فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: يقول والدي مريض منذ 3 سنوات. نعم. يقول والدي مريض منذ 3 سنوات. نعم. ويدرك في عقله أحيانا وأحيانا يختلط الأمر أو يختلط به الأمر. في السنة الماضية سقط وكسرت فخذه ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمساعدة الوالدة، ومنذ سنة لا يصلي لعدم إدراكه في بعض الأمور أحيانا. سؤاله: كيف يصلي الوالد يا شيخ؟ وهل نقضي عنه الصلوات التي قد فاتته منذ سنة أو منذ سنتين؟ إذا كان عقله باقيا فيصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم، صلي بالوضوء أو بالتيمم، صلي وهو جالس أو واقف أو جالس أو على جنب أو مستلقي على حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان ذهب عقله ولا يستحضر شيء فليس عليه صلاة. نعم.